محاكاة مناورات اليوم الأبرز لتدريبات فاستوك 2022 تجري عبر مراحل ثلاثة وتقام في ميدان سيرجيفسكي في أقصى الشرق الروسي ضمن ظروف جوية قاسية. المرحلة الأولى تكمن في الاستيلاء على خط استراتيجي، حيث يتم توزيع التشكيلات العسكرية بدعم من المدفعية ومهندسي الألغام. هذه المرحلة تجري مع غطاء جوي يقوم بضرب فلول العدو ومنعه من الانسحاب المنظم، بالإضافة إلى الاستيلاء على مستوطنة تحتلها قوات العدو. المرحلة الثانية تتجه نحو تعطيل قيادة نظام قوات العدو وأسلحته لتحقيق التفوق الناري. يتم الآن توجيه ضربات نارية كثيفة من القوات الصاروخية والمدفعية. خلال هذه المرحلة ستقوم مجموعة إزالة الألغام بإنشاء ممرات في حقول ألغام العدو، وستتقدم التشكيلات والوحدات العسكرية نحو خط الهجوم. المرحلة الثالثة يتم من خلالها الانتقال كليا إلى الهجوم. تشكيلة واسعة من الضربات النارية بدعم من المدفعية والطيران، ومن خلفها سلاح المقاتلات. مناورات اليوم تقام تحت مراقبة منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، وبمشاركة عدد من الدول الحليفة وبحضور من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. عبد الجواد الروش لقناتي العربية والحدث من ميدان سيرجيفسكي في أقصى الشرق الروسي.